سحريه، لانه في كنيسه في واحد لابس حاجه في ولايه سودة الفقيه وبيدي يرى. المذهب، انا بتكلم عن المذهب السني اللي هو في غالبيه العالم الاسلامي، عندنا كل قضيه فيها قولان. حتى نعم. انا علقت على روايه اولاد حارتنا، قلت اولاد حارتنا فيها قولان، لان عند المسلمين اولاد حارتنا دي للكاتب المصري نجيب محفوظ، واثارت ضجه لدى كثيرين في مصر. نعم. انا دفعت عنها وقلت ان فيها قولان تقدر تفسرها كده. فاحنا الحضاره اللي قالت بالتعدد، اول دين والى الان اللي يسمح انك تتجوز واحده مسيحيه، فتبقى قاعد على الترابيزه خالي الولد مسيحي وعمه مسلم وما فيش مشكله. ومن الغريب بقى انهم ينتقدونا، يقولوا ليه الاسلام يسمح بانك تتجوز مسيحيه وما يسمحش انك تتجوز البنت تتجوز مسيحي؟ طب يا اخي احنا قطعنا نص السكه، حصلنا ونقضنا، مش ننقضنا وانت قاعد بعيد لسه. انت بتمنع الارثوذكسي انه يتجوز الكاثوليك. نعم، ده هذا حسب النظم الدينيه، لكن انا بتكلم عن الدين. نعم، العلماني ده نعم. العلماني يتجوز راجل عظيم. احنا هنحوشه. نعم. العلماني ده حاجه ثانيه، انا بتكلم عن الدين. نعم. عظيم. والدين والنظم الدينيه كانت موجوده في فتره من الفترات، وبتعتقد هذه الحضارات او هذه الدول انها وصلت الى درجه من التطور بحيث تجعل سلطه الكنيسه محدوده، وان يترك للناس ان يفعلوا ما يريدون في حياتهم. احنا عملناها من 1400 سنه يا حافظ. نعم. ما عندناش كنيسه خالص. نعم. من 1400 سنه ما عندناش اسم الرجل الدين. شوف احنا القران قال الرهبان وقال الاحبار وقال القصص، وما عرفش يلاقي اسم لرجل الدين الاسلامي، ما لقاش، ما عندوش. فقال علماء. نعم. والعلم لا يشمل كل حاجه. من هي اليد الثالثه اذا كانت الفتنه الطائفيه لا تحدث بسبب مسلمين او اقباط في مصر مثلا؟ والله عندك انت عارف مثلا التقرير اللي عمله بن جوريون زمان عن ازاي نمزق لبنان واشتغلوا فيها، القوه اللي ليها مصلحه ان مصر ما تقفش على رجليها. هذه القوه ما بتتصرفش مع مصر كل مره بقنابل وبحرب، التخريب الداخلي اسهل ونتائجه اكبر. فانت لما تيجي بلد اللي كان متميز عن البلاد كلها بالانسجام الطائفي والانسجام الديني، كله مذهب واحد، كنيسه مذهب واحد، والمسلمين مذهب واحد، وعايشين متاخين، ما تعرفش المسلم من المسيحي، وتلاقي حافظ ده اسمه مسلم ومسلم مسيحي ما تعرفش، وكنا بنقعد معاه. فجم يشتغلوا فينا. من متى اشتغلوا فينا؟ يعني ابتدى هو من اول الغزو الاوروبي البريطاني اشتغلوا، لكن جت ثورة 19 والحركة الوطنية غطت الموضوع شوية. رجع جد في الثلاثينات مع بعثات التبشير، يعني الطائفية والتشنج الديني والإرهاب والحاجات دي كله مرافق للتبشير. أخطر عملية بتتم وبتستفز الناس التبشير. بيجي واحد أمريكاني أو واحد كندي أو واحد بتاع عالم معاه فلوس قد كده، معاه تأشيرة عمل في أمريكا، معاه تذكرة طيارة، ويجي لطالب ساقط في التوجيهية ويقول له وديك جامعة في كندا وديك تذكرة. نعم. الطيارة واتنصر. لكن يتنصر. يقال انه اغلب نشاط التبشير الغربي هو اساسا بيأخذ من اتباع الكنيسة مثلا القبطية. بالزبط. وليس بيأخذ من المسلم. اسهل ربما اسهل علي ان يحول الارثوذكسي. فانا كمان قلت ان التبشير ضدنا احنا الاثنين، ودعوت الكنيسة انها تقف معانا لمنعه. نعم. هو اصلا بدأوا عايزين يبشروا المسلمين ما قدروش، فبدأوا يشتغلوا في الكنيسة القبطية لتدميرها، وهم نعم. يكرهوا الكنيسة القبطية جدا، لكن اكتشفوا ان احسن انهم يغرروا بيها ويخلوها تدخل في معركة مع المسلمين، فده يضعفها اكتر. نعم. لانه الكنيسة القبطية كانت هي اللي واقفة للتبشير في الاول، لانه كان صعب جدا اقناع. نعم. المسلم. لكن لا توجد مثلا الكنيسة الامريكية التي تمنع المسلمين ان يحاولوا ان يبشروا بدينهم في الولايات المتحدة او الاقباط او غيرهم، ولا تعتبر كل شيء يتم مؤامرة او محاولة رجل دين ان يقنع الاخر بفكرة مؤامرة؟ اسرائيل منع التبشير. احنا اولا ما بنبشرش، ما عندناش عملية. نعم. انك تيجي تبشر، انت بتدخل بحوار مع راجل عاقل. لكن انك يجي الولد صغير او واحد عيان رايح مستشفى متعالج وتديله الدواء ومعاه التبشير، ده زي فاوست والحاجات دي اللي هو بيديله يمضيه تعهد يبيع روحه مقابل يديله فلوس. هذا شيء مرفوض اطلاقا عندنا في ديننا. اذا واحد خايف بلغه مأمنه الاول حتى يسمع كلام الله. نعم. مش تمسكه في الزحمة وهو خايف ومرعوب وساقط في التوجيهية وعايز يسافر بره ومش لاقي شغل وتقول له تعالى المسيح احسن. غلط. ولا وكنيستنا القبطية ما بتبشرش ابدا، لان هذه اساليب. واسرائيل منع التبشير، هذه اساليب عملوها الاستعمار لخلق طابور خامس في بلاد المتخلفة. ما يبشروا. نعم. هنا هل
هل من جزء من الطابور الخامس دي دعم حركات للتحرر الوطني مثلا؟ لا مش دعم حركات للتحرر الوطني، خلق عمليات إرهابية. يعني ممكن جدا تكون عدد كبير من القنابل اللي بتسمع عليها دي من هذه الهيئات والجهات. طبعا انت عارف إسرائيل حطت مرة في مصر سنة 54 قنابل في جزء جهة عشان تبوظ علاقة مصر بأمريكا وبريطانيا. ليه نفترض انها تابت؟ علاقة مصر بأمريكا قوية، وإن كان بيقال أنه بسبب ثورة يوليو 52 أو عبد الناصر تدهورت العلاقات الأمريكية المصرية. ضيفنا الأستاذ محمد جلال كشك الكاتب الصحفي المصري يقول لا، ثورة يوليو أمريكية، وهذا هو عنوان أحد كتبه، لنعود إليه بعد قليل في حوارنا وجها لوجه. من ايام محمد علي وانت جاي ضرب ضرب ضرب، يعني نفوق 10 سنين نهز الدنيا ونغير العالم، يسيبونا 10 سنين بس ويرجعوا يضربونا تاني. نعم اوكي اوكي Dima, can I listen to what did I say before that? ضيفنا في هذا اللقاء وجها لوجه الكاتب الصحفي المصري محمد جلال كشك، وسنعود إليكم وجها لوجه بعد قليل.
ضيفنا في هذا اللقاء وجها لوجه الكاتب الصحفي المصري محمد جلال كشك، وسنعود بعد استراحة قصيرة. وجها لوجه مع الأستاذ محمد جلال كشك، والحوار عن ثورة يوليو. الآن ثورة يوليو ليس المصرية ولكن الأمريكية، من الذي أمركها سوى أعداء الناصرية؟ أعتقد وأنت من خصوم الناصرية الألداء في العالم العربي من الكتاب الصحفيين المصريين. لا، ودي قبل دي عايز بس أخلص النقطة بالنسبة للحكومة الإسلامية. نعم. يعني احنا متفقين أو ما نقوله هو أنه سيكون بالانتخاب الحر الكامل، وما تقره الأغلبية هو اللي هيمشي، وإن كل بلد في العالم لابد أن تتبع دين الأغلبية. يعني بريطانيا اسمها الملك اسمها حامية العقيدة، ممنوع أن ملك بريطانيا إلى الآن يتجوز كاثوليكية، لأن لا يجوز أن يلي العرش كاثوليكي لأن حسب كنيسة إنجلترا. النظام البرلماني الديمقراطي. اثنين، التعددية. في رأي بيقول مش ضروري يكون في أحزاب دائمة، يعني حزب صنعته المعارضة، ننقسم إلى أحزاب حول إشي وحول قضية معينة، تيجي قضية ننقسم لأحزاب وخدنا فيها قرار ومشيت القضية تنتهي هذا التشكيل من الأحزاب ونعيد تفنيط الورق تاني ونختلف مرة أخرى بصيغة أخرى، ما يبقاش واحد باستمرار ضد الحكومة. دي رأي، لكن في اتفاق على ضرورة التعددية، المساواة المطلقة بين المواطنين، حق المسيحي أو أي يهود المصري في الوصول إلى أعلى منصب في الدولة الإسلامية بما فيها رئاسة الدولة. ورغم ما قيل مثلا في هذا البرنامج نفسه، كان معنا ضيف ويجد أنه لا ولاية لغير المسلم ولا ولاية للمرأة. تفسيرات السوقية. الولاية يعني إيه؟ يعني سيادة. إنما من طول عمرنا عندنا وزراء مسيحيين في أيام الخلافة. الولاية دي أشعار لا ولاية لغير المسلم طلع لمقاومة الاحتلال البريطاني والفرنسي، أنه لا سيادة للمسيحي الأوروبي على المسلمين. لكن لما يكون وزير بيشتغل في حكومة إسلامية يبقى فين ولايته؟ نعم. ده تنفيذ. ده في ناس بتاخد كلمة وتفسر أي حاجة وتعمل لها عشان. الولاية كان شعار ثوري لمنع سيطرة أو سيادة الدولة الاستعمارية الأوروبية المسيحية، فطلعوا واحترحوا شعار لا ولايه. لكن لما يكون موظف عندك وزير يبقى فين الولايه؟ ما هو موظف عند الشعب بيحتكم للبرلمان. الولايه هنا للبرلمان مش للوزير. نعم. انا هعود عموما اليك مره اخرى، نرجع بقى لحكايه بعد ثوره يوليو الامريكيه، لان اناقش معك موقفك من احد المصريين الوزراء السابقين المصريين الاقباط. وانت تشن عليه حمله عنيفه جدا لموقفه من البوسنه والهرسك، وهو الدكتور بطرس غالي الامين العام للامم المتحده. الحمد لله انت اجبت على السؤال، ما فيش داعي لموقفي من البوسنه. نعم. مش لموقفي من الكنيسه ولا موقفه. لا، لكن ربما نتعرف على كاتب اسلامي ينتقد بطرس غالي على طول دائما. فكره الدين ستقفز الى ذلك. بالنسبه لثوره يوليو الامريكيه. نعم. يمكن انا اول واحد قالها بالعربي. نعم. لكن الحمد لله ما بقتش الوحيد. خالد محامي الدين شفت كتابه الاخير يمكن اعترف تابعناه في الاهرام. اعترف ان جمال عبد الناصر ابلغهم انه اتصل بالامريكان وانه ما يخافوش، لما كان ثروت عكاشة بيخاف ويوسف صديق